النادي الاهلي والمدرب العام لفريق الداخليه كابتن ابو المجد مصطفى، طبعا صديقي وزميلي في الملاعب من الشخصيات المحترمه جدا، ان شاء الله كل التوفيق ليه في مجال التدريب والجهاز الفني لفريق الداخليه. كابتن ابو المجد تحياتي ليك. تحياتي ليك يا كابتن فاروق، ووحشني جدا والله الله يخليك يا حبيبي، مبروك الماتش حبيبي اللي يا فات، كابتن. ماتش كبير للداخليه، يعني الحمد لله انتهزتوا فرصة مهمة جدا في الدوري، انك بتلعب فريق كبير وبتكسبه، دي فرصة انا بشوفها فرصة مهمة جدا ان انت تبتدي وتشتغلوا عليها، لان ده يعتبر ده اول فوز، صح يا كابتن؟ اول فوز بالنسبة للداخلية. الحمد لله. فمبروك. يعني الماتش ده برضه شفته ازاي او شايفه ازاي يا كابتن؟ والله كابتن يعني الحمد لله، احنا يعني الفترة اللي فاتت زي ما قلت لك كابتن، يمكن دخلت معاك في مداخلة قبل كده، يمكن كان الحمد لله احنا بقالنا فترة اللعيبة بتأدي بشكل كويس وملتزمة بطريقة اللعب وبالشغل اللي احنا شغالين بيه مع الفرقة. يمكن الحمد لله احنا حضرنا المباراة بشكل كويس، وطبعا اكيد ذاكرنا فرقه بيراميدز بشكل كبير، عارفين انهم عندهم حلول كتيره جدا وعندهم فرقه كويسه جدا، فيمكن الحمد لله رب العالمين احنا اشتغلنا برضو على المميزات اللي عندهم، وقدرنا الحمد لله ان احنا نستغل الحاجه ديت في ان احنا الحمد لله كان معظم الوقت احنا كنا خطر، يمكن حتى قبل جون بيراميدز احنا كنا مضيعين حتى انفراد لسمير فكري، والحمد لله رب العالمين حتى ان احنا يعني يخش فيه جون وتبدا ترجع تاني للمباراه بعدها بوقت قصير، فيمكن ده الحمد لله الحاجه اللي خلتنا ان احنا نرجع او للماتش ان انتوا بسرعه، وان احنا تتماسكوا يا كابتن، عمليه التماسك قدام فريق كبير ان ما يكونش فيه جول تقدر تتماسك وتتعادل وبتكسب، ما دي نقطه مهمه جدا. تمام والله كابتن. يعني ده زي ما قلت لحضرتك، يعني هو ده بيبقى ناتج طريقة الشغل وطريقة الكلام مع الأولاد وطريقة الـ أسلوب لعبك. يمكن كابتن رضا يمكن كان بيتكلم أو بيتكلم على طول مع اللعيبة في حتة إن أنت أدائك وسيستمك وطريقة لعبك ما تتأثرش بإن أنت في الجون، أو إن أنت ما تبقاش الدنيا متظبطة معاك شوية، لكن أنت بتلعب بسيستم أو بنظام معين، فأنت لازم تحافظ عليه لغاية آخر وقت، وده الحمد لله ان الولاد يعني الحمد لله التزموا بالحته ديت، وزي ما حضرتك قلت ما تاثروش بشكل كبير بعد الهدف، فيمكن الحمد لله رب العالمين رجعنا بسرعه ورجعنا والحمد لله يعني جبنا هدفين الحمد طيب لله. بخصوص الهدفين يا كابتن ابو المجد، يمكن هم كربون، يعني اللي اتفرج على بالظبط الماتش ده هيشوف ان الهدفين كربون، بالظبط وفيها نقطة اخطاء يمكن صعبة جدا من دفاع بيراميدز. هل انتوا وصل لكم ان في بعض الامور او بعض المشاكل الموجودة في دفاع بيراميدز وبالتالي تعاملتوا بالشكل اللي احنا شفناه بالنسبة للهدفين، ولا هو جيب محض الصدفة برضه كابتن؟ انا بتكلم كورة، لان في وقت من الاوقات ممكن يكون في توفيق، وفي وقت من الاوقات ممكن يكون في جمل معينة بتشتغلوا عليها عشان تقدروا تحرزوا هدف وتستغلوا ضعف المنافس في مناطق معينة في الملعب. بص يا كابتن، يمكن هي طريقه الجنين اللي دخلوا، يمكن الحمد لله انت لو بدات الكره من البدايه كنت هتلاقي ان احنا محضرين، ويمكن الكره اتنقلت ناحيه اليمين وبعد كده اتغيرت للمكان الفاضي ناحيه الشمال، فيمكن الحاجات دي الحمد لله احنا بنشتغل عليها بصوره مستمره، ويمكن دي الحاجات اللي احنا مركزين مع اللعيبه فيها، ان انت مهم جدا ان انت تلعب كوره، مهم جدا ان انت يبقى بداياتك واضحه ويبقى انت ليك شكل في بدايه الهجمه، زائد ان طبعا التصرف اللي حصل جوه ال 18 دي طبعا بتبقى حلول كابتن فرو، انت عارف حلول فرديه من صحيح. اللعيب، لكن كبدايات انت انت خلاص بتوصلها لغاية المنطقة بالظبط دي. بالظبط، لكن بالظبط انت مهمتك ان انت تقدر توصل اللعيب للمنطقه اللي يقدر هو بقى يعني يبتكر، وان هو يقدر يشتغل فيها بفكره هو، انت عمرك ما تقدر تقول له الكره دي، يعني لا يمكن تقول له الكره اللي داخل الجون هتعملها كذا او هتعملها بالشكل الفلاني، لا ده بيبقى تصرف طبعا اللعيبه، لكن كبدايات وكشغل لا، البدايه بتاعتنا الحمد لله او سيستم
اللعب لا الحمد لله ده شغلنا. وانك تنفذها كمان على فريق زي بيراميدز يا كابتن، ده نجاح ليكوا الحقيقه الحقيقه، يعني والله ده الحمد لله شيء كابتن، مهم. الحمد لله. يعني احنا جينا في وقت من الاوقات ممكن تكون النتائج كانت بتبقى عكس الاداء، وده ما كانش قلقنا الفتره اللي فاتت. طول ما انت اللعيبه بتنفذ واللعيبه ملتزمه، التوفيق هيجي لك. فالمهم ان انت تتعب وان انت تبقى واثق ان انت تقدر تأدي وان انت تقدر تكسب وان انت تقدر تحقق حاجه كويسه. يعني طيب كابتن، انت عندكم الماتش الجاي ام بي صح؟ مظبوط. بالظبط يا كابتن. يعني فكره الام بي برضو اخر ماتش ليه يعني ما كسبش، وبالتالي طبعا الامور بالنسبه له يهمه الماتش الجاي عمليه الفوز، وبالتالي أكيد كابتن طبعا طلعت يوسف كمان اول ماتش ليه هيكون بالظبط متواجد، وده يمكن من المدربين المخضرمين في الدوري الممتاز، طبعا وبالتالي طبعا. يعني صعوبه الماتش بالنسبه لكم برضو، هتجهزوا للمباراه دي ازاي؟ بص يا كابتن، خلينا نتفق بس إن إحنا من البداية بداية الدوري وإحنا عارفين إن الدوري السنة دي مش سهل، وبدليل إن أنت شايف إن الفرق كلها قريبة من بعض، اللي بيكسب 3 بونت بينط نطة كويسة صح. في ترتيب الجدول، فده اللي مخلي الصعوبة لكل الفرق. أكيد أكيد يعني الحمد لله إحنا بدأنا، يعني خلاص إحنا نسينا ماتش بيراميدز من تاني يوم، إحنا وبدأنا نجهز طبعا لفريق انبي. فريق انبي فرقه كويسه، وطبعا فكره التغيير كابتن طلعت طبعا مدرب كبير، واكيد عارفين ان الموضوع عمره ما هيبقى سهل، واحنا اكيد الحمد لله يعني حضرنا للمباراه الحمد لله بشكل كويس، وباذن الله بس نتمنى التوفيق ان شاء الله، بس يبقى معانا ان شاء الله. اتمنى التوفيق لكل الفرق. كابتن ابو المجد، كابتن ابو المجد مصطفى المدرب العام لفريق الداخليه، بشكره وجوده معانا، واكيد الداخليه والفوز الاول ده بيبقى دايما بتبقى دفعه كل الفرق اللي كانت ممكن تكون بتواجه صعوبه في الفوز، مجرد انها بتكسب